بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سوف أتكلم عن موقع حرف للأطفال. موقع تربوي وتعليمي للطفل، يعرض به الكثير من الأقسام. هنا قسم تحفيظ القرآن، قسم قصص الأنبياء، ويوجد قسم قصص كرتونية وألعاب، وقسم الأناشيد، ورتل تعليمي، وهنا في منتدى الأصدقاء. ويوجد بهذا الموقع لغتان، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. هنا مثلا نختار قسم تحفيظ القرآن. هذا القسم يعرض صورة الذي تريدها، مثلا صورة هكذا إلى صورة هكذا، وأيضا آية التي تريدها إلى آية هكذا. هني تحدد الآية. هنا الإعدادات، مدة التوقف، مثلا تريد ألا تتوقف، أم مدة قراءة الآية وهكذا، وتكرار كل آية، مثلا آية واحد أريد أن أكررها مرة واحدة مثلا، وتضغط تشغيل وتتكرر هذه الآية مرة واحدة. ويجي أيضا هنا دروس للتجويد، مبادئ تلاوة القرآن الكريم، مصطلحات تعريفات، مراتب القراءة، ويوجد أيضا تفسير للصورة، مثلا هني آية واحد تفسير، هذه آية واحد أيضا، هنا تالي آية اثنين وثلاثة تفسيرهم من سورة الجمعة. إذن هذا هو قسم تحفظ القرآن. ننتقل إلى قسم قصص الأنبياء. هذا القسم يعرض قصص أنبياء، مثلا هني صبر أيوب، موسى في مدين، ذو الكفل، تختار قصة التي تريدها، ويعرض شخص ابدأ هنا، يعرض القصة هنا، مجرد صور، ويعرض القصة صوت فقط وصور. ويوجد هنا قسم، ننتقل إلى قسم قصص كرتونية. هذا القسم يعرض هنا حكايات ظريفة. حكايات ظريفة مثلا نظافة الشارع، مضمضة والصيام، سواك في رمضان، نتلى حكايات، مثلا نختار المضمضة والصيام. يعلم الطفل المضمضة والصيام، وحكايات ظريفة وتربوية. وأيضا ننتقل إلى قسم الألعاب. هذا القسم يوجد به الكثير من الألعاب، هنا أيضا، هنا مثلا السلحفاة، اصطياد النحل، الموز والقرد، مثلا نختار لعبة الموز والقرد. يعرضون في بداية اللعبة توجيهات، لا تدع القرد يهرب، وهكذا في جميع الألعاب. أما قسم الأناشيد، في هذا القسم يوجد فيه الكثير من الأناشيد، مثل حكاية الكذاب، يوم الظلة، قصة موسى، ذو الكفل، نشيد رمضان، صبر أيوب. يعرض القصة على شكل نشيدة هنا، فهذا هو قسم الأناشيد. ننتقل إلى قسم رتل تعليمي. هذا القسم العب وتعلم. هذا القسم يعني مثل اللغة العربية، يلعب الطفل ويتعلم اللغة العربية، مثلا الماضي والمضارع، أرقام وصور، متاهة الأرقام، العب مع التاء وهكذا، مثلا العب مع التاء ابدأ، هنا تاء مفتوحة وتاء مربوطة، مثلا يقرأ الطفل الجملة، جملات، إذا تاء مفتوحة. إذا هذا اللغة العربية لعب وتعلم. هنا في تعلم الكمبيوتر، هيا نتعرف عن الكمبيوتر وهكذا.
تعلم الكمبيوتر. هنا أيضا تعلم اللغة العربية، لصق وتجميع، لعب مع الحروف وهكذا. إذن هذا هو موقع حرف للأطفال، موقع تربوي وأيضا ديني، يعلم الطفل تحفيظ القرآن وقصص أنبياء، تربوي وتعليمي للطفل. وشكرا لكم.